من بطل مونديال إلى نجم سباق سيارات ومدرب كرة قدم تحت التهديد، وما قصة ميكروفون جورجينا؟ هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة. أهلا بكم. نحن نعرف أين تعيش، لا توقع العقد. هذه الجملة شديدة اللهجة كتبها أحد مشجعي إيفرتون على لافتة ووضعها بالقرب من منزل المدرب الإسباني رافا بينيتيز، اعتراضاً على فكرة توليه دفة النادي الإنجليزي، وذلك لأن بينيتيز سبق وأن درب الغريم ليفربول. التهديد ليس الأول في حق بينيتيز، فيا ساتر من القادم. يبدو أن شارة قيادة المنتخب البرتغالي هي السبب في خسارة الفريق لبعض المباريات مؤخراً، أو هذا ما توحي به تصرفات كريستيانو رونالدو، حيث وثقت عدسات الكاميرات النجم البرتغالي مجدداً وهو يقوم برمي شارة القيادة ويركلها على الأرض عقب الإخفاق والخروج على يد بلجيكا من كأس أوروبا. وسبق لرونالدو رمي الشارة من قبل في مباراة أمام منتخب صربيا ضمن تصفيات كأس العالم. أما لاعب منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد إيدن هازارد فاحتفل بتأهل منتخب بلاده موجهاً الشكر لصاحب الإنجاز لافيو من شقيق لشقيقه الأصغر. يذكر أن ثورغان هازارد صاحب هدف الانتصار هو الأخ الأصغر لإيدن، ويشاركان جنباً إلى جنب في منتخب بلجيكا. وثقت عدسات الكاميرات جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو في المدرجات وهي ترتدي ميكروفوناً لاسلكياً طيلة اللقاء، ويرجح أن يكون السبب لاعب جورجينا دور البطولة في فيلم وثائقي جديد على نتفليكس عن قصة حياتها وعلاقتها برونالدو. بعدما تذوق حلاوة أن يكون بطلاً لكأس العالم مع منتخب فرنسا وحصد بطولة دوري الأبطال مع مارسيليا ولقب الدوري الإنجليزي كذلك مع مانشستر يونايتد، قرر فابيان بارتيز حارس منتخب فرنسا تغيير البوصلة تماماً. فعندما تبحث عن اسمه حتى في جوجل يظهر لك سائق سباقات فرنسي قبل لاعب كرة قدم سابق. بارتيز أسس فريق سباق خاص به ويشارك في سباقات السيارات الكبرى بدلاً من أن يكون حالياً مدرب كرة قدم أو محلل رياضي مثلاً.